دكتور، حابه اتكلم كمان على حساسيه الاطعمه، لان دي من الحاجات المشهوره جدا ما بين ناس كتير خاصه الاطفال، ودايما بتحير الامهات. يعني انا مش عارفه، انا ابني كل وطلع له بقع حمراء في جسمه كله وفي وشه، وانا مش عارفه هو اكل ايه. ممكن يكون الموضوع محير لان الولد عنده حساسيه من اكتر من نوع في نفس الوقت. حساسيه الطعام دي بقى دكتور بتعرف ازاي؟ هنقول ان انا عندي طفل وعندي واحد كبير جاله حساسيه جلديه. واحد كبير شاب بالغ جاله طفح جلدي فجاه، وطفل جاله طفح جلدي. حساسيه الطعام مشهوره اكتر في سن الاطفال اللي هو سن ادخال الاطعمه. ابتديت ابني ادخله في عمر سنه اللبن البقري، ادخله البيض، ادخله المكسرات، يحدث تفاعل جلدي مفرط وتورم في الوجه والشفتين وما يسمى الارتكاريا. اول حاجه ان احنا ايه دي يا دكتور؟ الارتكاريا ده نوع منها، ولا دي انواع؟ دي نوع منها الارتكاريا. طفح جلدي وتورم، الاكزيما حكه جلديه. حساسيه الطعام ممكن تعمل اتنين، تعمل الاكزيما اللي هي خشونه الجلد في الوش والايدين والفخذ، او ممكن تعمل طفح جلدي مفرط اللي هو الارتكاريا. طب والتانيه دي يا دكتور؟ حاجه تانية دي مرض فطري مختلف تماما، ملوش علاقه بالحساسيه، ملوش دعوه بالحساسيه خالص. طب ابني عنده حساسيه طعام، الاول بالتاريخ المرضي انت اكلتيه ايه؟ يا دكتور اول ما اكل البيضه جسمه حصل تورم وجسمه ابتدى دخل في نوبه من الحكه الجلديه. طب وده اول مره تدخله البيض؟ اول مره. بنشخص الاول حاجه بالتاريخ المرض، طب نجنب البيض ما ناكلوش. لو الامور استقرت يبقى حسيت بيض. لو انا بقى حاسس حساسيه متعدده، انا مش عارف انا باكله ايه بيحصل وايه اللي بيعمل له فرط حساسيه، بنعمل له اختبار حساسيه للاطفال، ولكن ده ما بيتعملش وخز، بيتعمل عن طريق دم لعدد معين من الاطعمه. طب هل ده دقيق بنسبة 100%؟ يجب مطابقة الاختبارات الحساسية اللي عن طريق ده بالتاريخ المرضي. بمعنى ان انا ممكن ابني عنده 4 سنين وفجأة في اختبار حساسية عنده حساسية من اللبن، ولكنه الآن لا يعاني. ليه؟ بيحدث في مرحلة عمرية ما يسمى التوليرانس او التحمل او التقبل المناعي للأطعمة. بيفضل يتحمل درجة معينة وبعد كده يبتدي تظهر عنده أدوار او العكس حساسية. ان انا ابني منعاه وابتدي ادخله الألبان بكمية صغيرة، ابتدى يتقبل وابتدت الحساسية تخف. هو علاج حساسيه الاطعمه ايه؟ المنع. يعني ايه؟ بس هو ده العلاج الوحيد يا دكتور؟ لك انا منعت اللبن لفتره 6 اشهر، بعد ال6 اشهر بعمل له ما يسمى الادخال، ان انا بعرضه بشكل تدريجي لصدمات وقتيه من اللبن بجرعات مخففه بالتدريج، زي فكره المصل اللي بحقنه اللي عنده عده الفراش. ان انا بعرضه للمسبب، بعمل شوك، بصدم جهاز المناعه، بعرضه بجرعات مخففه، نقطه من اللبن، نقطتين، اسمه سلم الادخال. ما حصلش تفاعل، جهاز المناعه يبتدي يحصل له يتعرف عليه من جديد، وده بيحصل ما يسمى التقبل للاطعمه في فتره عمريه من عمرهم، بيحصل بتختفي هذه الاعراض. يعني الطفل اللي عنده المشكله دي علاجه الوحيد انه ندخله الصنف اللي هو بيتحسس منه بعد فتره من المنع. بعد فتره من المنع بس بشكل تدريجي، ويتم ذلك عن طريق اشراف طبي، لانه بيتم الادخال في العياده الطبي، لانه ممكن بعض الاطفال بتبقى حساسيه. طبعا حساسية الطعام في بعض الحالات بتبقى حساسية مفرطة وتؤدي إلى صدمات كبيرة جدا. صحيح. من الاختناق. صحيح. وخطيرة جدا. فبالتالي درجة الحساسية للطفل تستدعي لو هو حساسيته شديدة جدا المتابعة داخل العيادة، تبقى زيارات متتالية وداخل العيادة وتحت ملاحظة الدكتور الطبيب المعالج، إن يدخل طعام أطعمة بجرعات مخففة بالتدريج. لو لم تحدث الصدمات بنقول الأم خلاص هنحتفظ بهذا المقدار من الأكل تدريجيا، وكده إحنا دخلنا له طعام. ده بالنسبة للأطفال. طب دكتور بالنسبة للكبار بقى، مرض الأرتكاريا مرض العصر أو مرض العصر البشري الحديث. ليه؟ لما بيجي الواحد كبير مرة واحدة حياته مفيش تاريخ مرضي وسنه 30 سنة وفجأة جاله طفح جلدي شديد جدا جدا وتورم، بنفاجأ بهذا الشخص، نعمل له جميع الاختبارات الحساسية، مفيش سبب في الأكل ولا في الجو ولا عدة الفراش، بنعمل له كل وظائف الأعضاء، جرثومة المعدة، الغدة الدرقية، الأمراض المناعية، ما بنلاقيش السبب. وده 60% من مرضى الأرتكارية، تشخص الأرتكارية العصبية. هو مرض مناعي فجأة يحدث لبعض الأشخاص التوتريين القلقين العصبيين. زي مرض العصر الحديث، لأن التوترات الحديثة والقلق والخوف بقينا نشوفه. دكتور أول ما يبقى فيه موقف كده فيه توتر وعصبية تلاقيه بيهرش. مظبوط بالفعل. دي بنسميها الارتكاريا العصبيه، ومش عارف يتحكم في الهرش، يعني حتى لو قدام ناس او كده هو مش عارف وبيبقى اشخاص مهمين ومعاق حساسه ومع توترهم وفعالهم. يا ريته حكه فقط، قد تحدث تورم تفخات احمرار في الجلد بصوره مفرطه جدا او يسمى الارتكاريا، وهذا هو مرض
ظهر هو من القديم، ولكنه مع الظروف الاقتصاديه والتوترات والانفعالات وكورونا وضغوط الحياه اليوميه أكتر. ظهر على السطح الفتره السابقه بنسبه كبيره جدا. طيب دكتور، وحضرتك بتتكلم دلوقتي على الحالات الشديده من الحساسيه اللي ممكن تعمل صدمه للشخص بشكل مفاجئ، انا افتكرت ان انا شفت موقف قدام عينيا بيحصل لطفل، هو اخذ دواء مش ينفع اقول اسمه دلوقتي، بس هو دواء بيندرج تحت الادويه المسكنه. تمام. وفي لحظتها الولد وشه احمر جدا وابتدى يزرق وشفايفه تورم وابتدى يفقد الوعي تقريبا. هل في حساسيه من الادويه؟ ده نوع اخر ولا من الحساسيه؟ حاجة لا بالفعل الحساسيه الدوائيه هي الاخطر، واحنا شفناه الفتره اللي فاتت في انواع معينه من المضادات الحيويه وتم سحبها. عند اخذ نوع من العقار يتفاعل جهازنا المناعي بصوره مفرطه مع هذا الدواء، صوره توليد ماده اسمها الهستامين وبعض الوسائط المتعدده الاخرى للمناعه، ويحدث تورم ويحدث اختناق شديد جدا. ايوه، وهذا ما كانش عارف ياخد نفسه، ده يمكن كان العرض اللي كان احد عوامل الخطوره الذي يجب انقاذه بادويه معينه تحتوي على الكورتيزون، ويفضل ذهابه الى المستشفى يتم انقاذه بادرينالين وحقن كورتيزون سريع. هو فعلا ودوه المستشفى فورا حقيقي، لازم طوارئ شديده. ما كانش قادر من الحساسيات الشديده جدا جدا التي تحدث صدمه مفرطه او يسمى انافلاكسس او صدمه وعلى فكرة حساسيه شديده فجائيه، مش بعد وقت من ما خد الدواء على طول وقتي. بالفعل صحيح، هو لديه فرط حساسيه من هذا الدواء. صحيح. طيب دكتور، بس